السلام عليكم. احنا ين ماي لايف تقريبا من القارب على الشهر، مجموعه كنا على اساس ان احنا العلاج الطبيعي والطب القديم يكون افضل يعني طبعا من الكيماوي. الصراحه يعني اللي حسيناه في المكان اول ما دخلنا انه هو يعني مريح جدا، الاماكن مالت الغرف مالتهم جدا شرحه، دائما يعني جامات وبلكونات إذا في بعض منهم، جدا مريحة طبعا على الطبيعة مالتهم، إلى جانب يعني اللي لفت نظرنا المعاملة مالتهم، جدا 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 محترمين، جدا يحاولون قد ما يقدرون إنهم يعني يساعدونا يوفون أي متطلباتنا، احترام جدا موجود يعني فينا، فحسسونا كأن إحنا يعني جزء من العائلة مالتهم. ما حسينا صراحة بالقربة معهم أبد، ما حسيناها يعني على هالفترة طويلة. عادة الواحد لين يسافر يحتاج يعني يحن إلى بلده إلى أهله والله شيء، فالحمد لله إحنا ما حسينا فيها لأن هم حاطونا بالعناية، حاطونا بالحب، حاطونا يعني بالمعاملة الطيبة معهم، فما حسينا فيها. طبعا العلاجات مالتهم يعني يقدمونها من أحسن ما يكون خلال العلاج الطبيعي أو من خلال القصات الهوائية أو حجامة أو حتى الدهون مالتهم جدا ممتازة اللي مساجات ودي. بعدين حتى لو احتاجين أي علاجات ثانية يعني غير الطب البديل هم بنفسهم طبعا يودون المستشفيات وعلى حسابهم بالسيارة ويتابعون معنا حالتنا ومعهم يعني حالتنا إذا في أي حاجة ولا حاجة. فما حسينا يعني طبعا إن إحنا نحتاج إن ندور أو نحتاج إن إحنا نسأل عن المستشفيات، لا هم دائما يرتبون لنا كل شيء ويتابعون إلى جانب يعني لو رحنا بمستشفى ثانية للعلاج يعني إذا اضطرينا يعني هم يتابعون حالتنا وهم يعطونا يعني أول بأول حتى شنو اللي قال لهم الدكتور يسألون الدكتور. فالصراحة يعني مكان جدا جميل، مكان جدا مريح، ناس جدا مريحة وراقية، حتى في شانس يعني مثلا إذا كان وقت العلاج يعني ممكن نوقفه. احنا مثلا رحنا لنا ولان عندهم هناك منطقه جدا جدا جميله كانها خيال، غيرنا جو شويه يومين، فما يحسب الواحد انه بس يقعد حق العلاج ولا حاجه، فممكن انه يسوي له سياحه ويوقفون للعلاج ويرجع مره ثانيه يكمل علاج اذا هو كان يبي. فالامور كلها سهالات يعني ما شاء الله، صراحه امور جدا سهالات يعني خلي الواحد صراحة أنه يفكر أنه يزورهم يعني مرة ثانية ومرة ثالثة، ما حسينا بالمكان فاستفدنا إن شاء الله. يعني إحنا نحس أنه في فرق جدا خصوصا في علاجاتهم أنهم يركزون على الدورة الدموية، فصايرة تغيرات يعني راح الآلام بشكل تغيرت بالنسبة حق الجسم، وهذه الأهم يعني الواحد أنهم يحتاجه كبداية، وبعدين يردون يركزون على اللي عندنا المشاكل فيها. فالحمد لله يعني احنا توفقنا يعني ان احنا ينفع معنا.